فوائد لتنفعنا في موضوع معين، وهو أمر منتشر الآن بين كثير من الشباب في الأيام دي المتزوجين، يعني خاصة حديثا ناس سنتين ثلاثة أربعة كده، بينتشر عندهم الطلاق المبكر وبتخرب البيوت لأسباب يعني ليست لها قيمة حقيقة. وإن كان الطلاق هو علاج لما تنقطع السبل وتتقفل الطرق أمام الإنسان وما يجد مخرج إلا الطلاق، فهو مباح. وإن كان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال الطلاق. ومن أعظم ما يسعى إليه الشيطان يسعى إلى الطلاق. طيب، ولكن من الأسباب اللي بتؤدي إلى الطلاق يعني، والأسباب كثيرة جدا، أنا دا ألخص جملة منها بسيطة لعله كثير من الناس بيقعوا فيها. نمرة واحد يا أخواننا، عدم البركة في الزواج من الأول، عدم البركة في الزواج. وعدم البركة في الزواج سبب أن يكون الزواج على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لما نجي في العقد بيقول لك قبلت زواج موكلتي على كتاب الله وسنة رسول الله. سنة النبي صلى الله عليه وسلم دي بنقولها في الجامع هنا بس، في الجامع. أما السنة دي مشت معانا البيت، والله يا أخواننا مشكلة ما عندنا تاني، بس تمشي معانا من الجامع ده هنا تمشي البيت دوا، نتعامل بيناتنا بالسنة. فعدم البركة دي مشكلة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان الدعاء بيدعو به ولما يتزوجوا اثنين بيقول له بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. الزواج الما مبارك ده ما فقد يعني صفة البركة اللي هي الزيادة والنمو والاستمرارية، إنه يستمر. فأول من قطع بالطلاق فاعلم إنه في مشكلة في البركة في الزواج من الأول. السبب شنو؟ السبب لأنه المعايير بتاعتنا إن كان في زواج البنت أو في قبول الراجل، المعايير بتاعتنا معايير مادية بحتة. الراجل بيتعامل مع المرأة باعتبار صورة، صورة كأنها صورة معلقة في الحيطة، ما بشر، عنده صفات، عنده أخلاق، وداير منه معاملة، وطالب معه عشرة. ما بيتعامل معاه باعتبار بشر عندها صفات، بيتعامل معاه باعتبار صورة، داير يشوف شكلها بس، شكلها عامل كيف. يقول لك مواصفاتي في الزواج، مواصفاتك شنو؟ يقول لك معارف طويلة ولونه كيف وشعره عامل كيف وعيونه عاملة كيف، دي مواصفاته فقط. لكن ما يسأل عن إنه البدي بيصلي ولا ما بيصلي، دي ما بيسأل منها. البدي بتاعت شعوذة ودجل ولا زولة بتخاف الله؟ شوف، إن عرست لك مرة بتاعت شعوذة ودجل كل يوم ماشي لفكي وجايه من فكي وململي ملك البخرات والمحايات والحاجات دي كلها، وان عندها اي مشكله معاك انت ولا مع اهلك ما بتحل الا بالفكي، دي دجاله بتاع الدجالين، ما بتنفع. اكلمك النصيحه، والله ما تنفع، كله كله. مره ما بتصلي يا أخي، صلتها بربنا الخلقة قطعتها. أنت عشمان فيها تكون معاك أنت كويسة؟ الله خلقها، خلقها من فوق لتحت، ورزقها الجسم والنفس والأكل والشراب ونعمة الصحة في جسمها ده من الله، ما شكرت لله ده ركعت له. أنت تقول لي لا لا أنا بعرسها لكن بعدين بصلحها، تصلحها؟ تصلح شنو؟ هوي ما في مرة بتتصلح. المرة دي أحسن أوقات في دينها وقت بتتزوج، ده أحسن وقت.
بتمش ناقصة ما بتمش زايدة، زيادة ما في، في نقيصة بس. أعرف المعلومة دي، عشان كده أكبر مشكلة في الطلاق إنه أنت عرست غلط أو بنتك أديتها للزول الغلط، ده ما الراجل اللي بده مرة. عشان كده تتوقع الطلاق نتيجة حتمية لأي بيت من بنى من أول يوم على التقوى. نمرة اثنين، المعاصي سبب في دمار البيوت. تلقى المرأة مسرفة في الحرام. اليوم كلهم شغلين قناة بيقولوا شنو زي ألوان ولا بيسموا شنو؟ أيوه كويس؟ ولا الحفلات، ومارقة حفلة وجاية من حفلة، بتكشر للحفلة أكثر منا من ليك أنت. ده لبس الحفلة شغل مبالغة. أنت عارف أنت لو لقيتها في الشارع وأنت من النوع اللي بيشغلوا النسوان ممكن تشاغلها عديل شدة ما تعجبك، ودي مرتك ذات القعدة معاك بقميص كله بصل وتوم وشمار في البيت، ما بشت أنا، لكن مارقة الحفلة والله تحيرك أنت ذاته. وكان ماشي تخطب لك واحدة تانية من الحفلة ممكن تخطيبها هي ذاتها، تقول لهم في الفيديو بس داير دي، ودي هل قاعدة معاك بالقميص البمبي دي يا هزاتها. ده الحرام، مسرفين في الحرام. انت عارف الحرام ده بيدمر اي حاجة. لو انت زول بتاع معاصي بتمشي في السوق بتاكل الربا، بتاكل حق الناس، ضرب الناس شيكات، دخلتك البيت مرتك بتنبزك وبتشاكلك، ليه انت قايل؟ من الربا سويته في السوق هناك داك. واحد من السلف قال اني لأجد اثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. يومك اتصل لك مصيبه في الدنيا دي، اول ما تيجي تركب العربيه تنقرب تلقى البطاريه ماتت والمجانيطه فصلت، ها؟ وتقعد دفره وبتاع، ليه؟ يا اخي العربيه دي كرهتنا وصل، يقول لك الكوري ده ما بينفع. المشكله ما في الكوري، كوري ابتدى، ما كوري العربيه، المشكله فيك انت. السلف ديل كان الدابه بتاعته لو اتعرقلت ولا مرته، اعرف انه المشكله انه سوى له مصيبه. كثره المعاصي، كثره المعاصي والاسراف فيها ده سبب لخراب البيوت. انت قاعد تتونس في الجبنه مع البنات مع ست الشاي بتتونس، ومرتك احسن اجمل منها بعشر اضعاف اجمل منها، وانت قاعد ويا هاك يا زرافه، والله مع ست الشاي دي من الزرافه وزوج، وليله مالك يا فلانه، حس بك كده معنوياتك نازله، مالك يا زول مالك مالك انت معنوياتها نازله، وشوف الكلمات الحلوه دي ونسه، وقاعد معاه بمزاج، ومين عرس؟ مرته ما قاعد معاه بالطريقه دي ولا تونس معاه، مين ما يجي داخل البيت؟ ده شنو ده؟ ولا كل ده ماله مسيخ؟ وما بتعرف يسوي الملاح؟ مويته بجنبه والبصله بجنبه ينبس فيها، لكن الملاح ده ان سوته له المره بتاعت الشغل هناك يقول لها الليله يدك فلتت مالك؟ طيب يديك ما يدها فلتت برضه؟ ديك ما يدها فلتت؟ بيعرفوا للدلع وللكلام السمح برا. والحرام ده يا اخواننا هو سبب لفشل البيوت. والله بيتك بينتهي. نمره ثلاثه، معرفة الحقوق. البيت ده فيه حقوق وواجبات. المرأة عندها قائمة بتاعت حقوق وواجبات وانت عندها قائمة. ما تبقى انت من المطففين. ربنا قال: ويل للمطففين. اها مالون. الذين إذا اكتالوا اها إلى الناس يستوفون. لمن تكون انت داير حقك بتشيله شنو؟ كامل. وإذا كالوهم، لو هم وزنوا او وزنوهم يخسرون. انت ما لما يبقى عليك بتدي الحق ناقص، لكن لما يبقى على المراه دايروا منها كامل. دايره تجي تلقاها في البيت مزاج رايق، ها، ومبسوطه وبتضحك معاك وتستقبلك جنب البيت جنب الباب بابتسامه، كويس؟ وانت لما تجي داخل صار يقدومك ومفلس قروش سال عشان ترضيها بها ما عندك، وزهجان، كويس؟
ما لك يا زول؟ انت داير حقك كامل؟ اي ادي انت. انت ادي الحق كامل. شوفوا بالله يعني النماذج اللي ذكرناها عن خديجه رضي الله عنها وكيف بذلت للنبي عليه الصلاه والسلام، لانه هو بذل ليها تمام. يا اخي هي ميته في قبورها ما يرضى فيها كلمه. انت قاعد تعمل كده؟ ميته في قبورها ما يرضى فيها كلمه. انت ليله لما تقعد تتونس مع اخواتك بترضى الكلام في مرتك ولا ما بترضاه؟ تقعد معاي بغاية تتونس وتفوها تمام وتنظموا فيها، وتجي هنا تقطع في اخواتك وتفها تمام، كده خربت البيجاي وخربت البهناك. خليك زول صاحب حق. واي شيء في حده اخواتك تتونس معاي واي حاجه ما يتعرض لمرتك، ومرتك تتونس معاه وما تتعرض لاخواتك. كويس؟ فلا بد يا اخواننا انه البيت ينبني على الحقوق، هي تكون عارفه واجباتها شنو، وانت عارف واجباتك شنو وتعمل. اربعه الفضل، ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل ده يا اخواننا والله بيحل مشاكل كثيره جدا. وما تسمع عليه كلام السودانيين يقول لك المراه ما تاكلك، ها؟ والمراه ما تشيل قروشك، وهلا ما يستغلوك، يا اخي في شنو؟ خليك زول فضيل يا اخي. المراه الله وسع عليك، وسع عليها ووسع على اهل ذاته واديهم. يعني المشكله وين؟ انت قايل رزقك بينقص؟ والله ما بينقص، رزقك بيزيد. وقدر ما انت فتحت ابواب تطلع بها مالك، ربنا بيفتح لك ابواب تدخل عليك الارزاق. وسع ذات يدك، القروش دي بتحل مشاكل كثيره جدا. شفت القروش؟ بتحل مشاكل كثيره، تلقى نسيبتك زهجانه، تقول لك الراجل ده ماله؟ وبتدي ما مرتاحه. الما مرتاحه ما بتها، ما مرتاحه هي لانها مفلسه. اكن رجعتها امورك كلها تمام. امشي لنسيبتك دي اشرب لك معاه قهوه، ولما تجي مارق قول لها ثبت الحاجه دي، ده حق اللبن. ومش بعد شويه ممكن تقول لهم والله ده من رواه البخاري ذاته وشهد بدرا. يا ناس الاحسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. دي زي المويه الكبيتها في النار بتطفيها ليك، تبرد القلوب وبتشيل الحسد. شفت لما يشوفوا عليك الناس نعمه، ها؟ انت اكسر الحسد في قلوبهم بالاحسان. اديهم خمسه، وانا ما اقدر اطول في الكلام، من الاسباب المهمه منع التدخلات. بيتك ده خليك انت رجل عندك اداره لبيتك، واداره بيتك عندك، ومرتك في يدك. ربنا قال كانتا تحت عبدين من عبادنا. اداره مرتك عندك انت، ها؟ لو رضيانا رضاها منك، ولو زعلانا ترضيها انت. ده زي ما قالوا فيك الخصام وانت الخصم والحكم. انت اللي بترضيها لو زعلت. ما تخلي الامور دي تطلع منكم برا، وما تدخل الاهل في خصوصياتكم، وبالذات لو كنت ساكن معاهم. والسكنة مع الاهل ولا مع النسابة ما فيها خير، والله خيرها قليل جدا، ودي اسمعها مني، خيرها قليل جدا. خليك بعيد منهم، واحسن بيجاي واحسن بيجاي. والبعد محنه، لما انت تكون بعيد منهم بيحنوا ليك وانت بتحن لهم، والاحتكاك بيكون قليل، ها؟ والعورات بتكون ما مكشوفه. الليله انت ممكن تكون راضيان بوضع معين مع زوجتك في البيت، زوجتك عيانه ولا تعبانه، بتقوم انت بتخش المطبخ، ها؟ بتعمل الاكل، بتسوي شاي الصباح، بتكوي هدومك براك، مرات تغسل هدومك براك. انت عارف الكلام ده لو شافته امك ولا اخواتك المشكله دورت والدنيا قامت وما قعدت. يخربوا لك بيتك مع انه انت متراضي مع زوجتك على كده، وماشيين حياتكم وما في حاجه. لكن نظر الاهل لبيتك جوا ونظر النسابه لبيتك بيجيب لك المشاكل. عيش حياتك بمعزل عنهم، حياتك خليها براك كده، واصطلح مع زوجتك باي شكل من الاشكال، ومشي حياتك معاه بالتراضي وبالتي هي احسن، وتتنازل انت وتنكسر احيانا عشان تمشي بيتك.
لكن لو بيبقوا في أهل داخلين وشايفينك والله ما بخلوك وبخربوا عليك، وانت بتشوف انهم دايرين بك الإصلاح لكن بخربوا عليك. عشان كده أمنع التدخلات، خلي حياتك دي محصورة براها، وأهلك ديل تشتغل معاهم زي الزول اللي بيعكس الكورنا، ويش بيعكسها من بعيد، بس عكس الكورنا من بعيد هناك اللي بيدقها هيدي يجيبها جون، لكن ما تخش معاهم في خاصيتة، ما تدخل معاهم، إن خشيت في خاصيتة بجيبوها جون في كتة من بعيد، اتعامل معاهم بالإحسان من بعيد كده، ده بيكونوا بيحترموك وبيحترموا زوجتك، لأنه الطلة القليلة هي ذات زوجتك بتتقطع في الإحسان ليهم، أمك جاية في الثلاثة شهور مرة واحدة يوم بتشتغل لها خدمة وتظبطها ليك، تغسل لها كرعينها وهاكيها ما تعرف مشويات ومحمرات، ما يوم واحد فد يوم، لكن إن بقت ملصقة معاها صباح ومساء بتخدم الصباح والمساء بتكفلها معاها وتلقاها الشكل من بعيد وتتلاقوا مرة واحدة كده تلقى أمك شايلة مرتك تقول لك قصوا دي زيها ما في، ما يوم واحد لأنه دائما اشتراك المصالح هو اللي بيجيب المشاكل. فدي أخواننا أشياء بسيطة، الزول براعية بيته بيمشي. وإنت أخيرا أقول، وأنا طولت الكلام أخيرا، ونقطة مهمة، منع المثالية، ما تتعامل مع الحياة الزوجية بمثالية. مثالية كيف يعني؟ خاصة الشباب العرس وجداد تلقاهم يحضروا مسلسلات، مسلسل تركية ولا شنو، المرأة أول ما الراجل دق الباب جاته بوردة جنب الباب، ازيك يا أبو فلان وما عارف، خش جوا أجيب لك حار ولا بارد في الأول، أيوة هون قايلين العرس كده، تخيل ده بعد ما يعرس بيجي بيلقاه صار وشها في البيت ودق الباب، باب تفتح له لحد ما تلب بفوق بيخش عليها بيطلقها وبيطلق أمها ذاتها. ليه؟ لأنه عايش بمثالية. وتخيل إنه الحياة الزوجية دي عبارة عن ورود مفروشة، والبيت ده ضحكات متعالية، وحياة حلوة، والمرأة دي في خدمته وجاهزة طوال ستاند باي في أي وقت. لا 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 لا، المرأة دي عندها أوضاع بتعترية، أوضاع بتاعت حمل، أوضاع بتاعت وحم، بتاعت غيره، بتبقى هي والشيطان كده بس. الفرق بينه وبين الشيطان الإسلام بس. دي مسلمة وده كافر. كويس؟ فأوضاع زي دي لو ما أنت وطنت نفسك على إنه الحياة الزوجية فيها اليوم الحلو واليوم الكعب، فيها اليوم الزعلانين واليوم الرضيانين، فيها اليوم المفلسين واليوم اللي عندنا حاجة، كده. لو ما وطنت نفسك انت حتتفاجأ بالحياة الأسرية بعدين وبتخرب أي حاجة. عموما الكلام يطول وأنا عندي ما حد، جزاكم الله خير، السلام عليكم.